السلام عليكم. البلوجن ده مجاني وصراحة عجبني جدا. هو الفكرة في ايه؟ ان انت عندك كذا لينكات ممكن يكونوا في ملفات كتيرة، فانت عايز تتحكم فيهم، فتخيل بقى تاخد وقت كتير على ما تشتغل عليهم. لا، انت بتحدد وتقدر ان انت تعدل فيه. تعال نشوف الفيديو. الموضوع سهل جدا ولذيذ وبيوفر وقت. تخيل ان انت مثلا يكون عندك مشروع وملفات كتيرة مرتبطين ببعض، وعايز ان انت تدخل تفتح كل واحد فيهم وتعدل فيه، هياخد منك وقت كتير جدا. تمام، هتقول لينك مانجر وتبدأ ان انت تختار الملفات. في بعض الحاجات ممكن يقول لك ان ده اصدار قديم فمحتاج تعمله ابديت. تمام، بقول له مثلا عايز الحاجات اللي هي المعماري، وتقدر ان انت تاخدهم اللينكات. ممكن تقول له انا عايز الاورجنت اورجن، او عايز اخليها سنتر تو سنتر، او باي شيرد كوردينيت، تقدر تختار. فانت عدلت كميه ملفات كتيره مره واحده وتعمل لهم ابديت كلهم مره واحده. تمام، بدل ما تفتح ملف ملف وتاخد وقت، بالذات لو مشروع كبير وعندك 20 ملف وال 20 ملف مرتبطين ببعض وحصل عندك تعديل، فده هياخد وقت كتير. هتعمل له انلود بدل ما يفتح وبعد كده تعمل له انلود. لا، هو من قبل ما تفتح فيبقى سهل واسهل. عايز تعمل كوبي، تنسخ حاجة، تنسخ الليفلات، الجريد، الكوردينيت، كل الكلام ده سهل جدا. الميزة ان الاداة دي مجانية. تمام، احنا شرحنا الكلاش مانجر وشرحنا الريسيف وشرحنا اللينك مانجر دلوقتي والشير موديل. الاربع ادوات هم 6 ادوات شرحناهم كلهم في الموقع بتاع بين مربيع، لان الصراحة الادوات تستاهل وكلهم مجاني. جربوه ان شاء الله تعجبكم. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو.